الفل على كل المتابعين في كل مكان. اهلا بكم في لايف جديد من امام احدى المدارس الثانوية في محافظة المنوفية، والاستعداد اليوم لاداء مادة اللغة العربية، هي ثالث ايام الامتحانات للثانوية العامة. يوم 10 يونيو الماضي بدأت أولى امتحانات الثانوية العامة في كافة المحافظات، وكانت بدأت بمادتي التربية الوطنية والدين. وفي ثاني الأيام كان يوم 12 يونيو بدأت بمادتي الاقتصاد والإحصاء، اليوم ثالث الأيام باللغة العربية. زي ما انتم شايفين يمكن اغلب الطلاب والطالبات قبل دخول الامتحان يعني بيشتروا العصائر او بيشتروا المياه المثلجة او الباردة قبل دخول الامتحان. اولياء الامور زي ما انتم شايفين كلهم موجودين هنا تقريبا، جايين يوصلوا اولادهم من اطمئنان عليهم امام ابواب اللجان وسط تجهيزات امنية. عدد كبير الحقيقة من أولياء الأمور بيظل هنا متواجد أمام اللجان حتى انتهاء الامتحان وخروج طلابهم أو أبنائهم والاطمئنان على أدائهم في الامتحانات من خلال طبعا سؤالهم ومتابعة أدائهم. يعني كل امتحان تقريبا بنيجي هنا نتابع. النهارده طبعا ثالث الايام لغه عربيه بعد اقتصاد والاحصاء، كانت اول المواد اللي تضاف للمجموع، النهارده لغه عربيه. حضرتك ولي امر النهارده متواجد وجاي تدعم اكيد. كلنا بقى النهارده الامتحان اللغه العربيه بيختلف في ايه عن الامتحانات السابقه. هو ده طبعا امتحان يضاف للمجموع، وكل طبعا الامتحانات مهمه وخاصه الامتحان السابق كان فيها الدين، لكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل الجميع يا رب. اللغه العربيه تخوف بصراحه؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا عليها 80 درجه اي ماده كلها مهمه طبعا. يعني في ناس تقول الاقتصاد والاحصاء اسهل شويه بالمقارنه باللغه العربيه والفيزياء والكيمياء بعض المواد. لا مفيش حاجه اسمها سهله وصعبه، كل المواد مهمه وكل المواد هتفيد الناس قدام. حتى في حاجات برضو بتبقى في تكات كده في الامتحان، لازم في حته فيها صح وغلط. مش كل الامتحان الناس هتحله صح، مش كله هتحله غلط، لازم يبقى فيه. طيب امتحانات السنين السابقه، يعني ابن حضرتك قبل الامتحان قال لك ان هو خد طبعا مذكرات سابقه وامتحانات سابقه يتابع السنه اللي فاتت لحد بالليل، كان بيحل امتحان السنه اللي فاتت. طبيعي ان ده اساسي في المراجعات كلها، ان انت لازم تحل وتتابع جميع الامتحانات السابقه وتشوف طريقه الامتحان علشان تحل. هتحل ازاي؟ طيب النهارده ثالث يوم، اكيد بيختلف عن اول يوم، له هيبه شويه، كان لسه بقى مش متعود على دخول الامتحان وكان غير مضاف للمجموع. النهارده الضغط اكبر من اليومين اللي فاتوا. ليه؟ لان النهارده طبعا اول يوم 80 درجه، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده، وفي نفس الوقت اضافه للمجموع، فدي الاختبار الحقيقي النهارده. وطبعا الساده المراقبين يبتدوا يشدوا في اللجان اكتر النهارده قبل اليومين اللي فاتوا، يعني المفروض العكس. احنا المهم طبعا اكيد لو الطالب مذاكر هيبقى ثقه، مش هيحتاج المراقب في حاجه. والله بيبقى الضغط بيبقى مش حلو حتى لو انت مذاكر 1000 في 1000 يعني.
ضغط الضغط النفسي اللي حواليك، بص قدامك مش عارف ايه الضغوط اللي تبقى موجودة في اللجان دي، دي حاجة ممكن تعمل توتر وتأثر على الطالب، تأثر على الطالب. هل مثلا المراوح كان فيه شكوى من وجود مراوح؟ مفيش مراوح خالص اصلا هناك، حتى لو فيه معدومه كانت تقوم معدومه والناس كلها بتشتكي من الموضوع ده، مفيش مراوح اساسا في البطول، وفي نفس الوقت الناس بتشتكي حتى لو شغاله وكانها مش شغاله. المفروض دي حاجه الناس هتنتبه ليها جامد جدا، حتى الواحد بيبقى قاعد في البيت مش مستحمل اي حاجه والمروحه شغاله ومش عارف، ممكن اتنين في مكان واحد، انما مكان ولجنه زي دي وبيقعد فيها 6 ساعات يمتحن ازاي يبقى ما فيهوش مروحه ولا اي حاجه بالطريقه دي. هو احنا من خلال موقع مصراوي كنا تواصلنا مع وكيل وزاره التربيه والتعليم في الامتحان السابق استاذ الاحصاء، ووعد ان هو يبحث شكوى مدرسه الباجور الثانويه وعدد من المدارس في المنوفيه اللي فيها مشاكل في المراوح. شكوى مستمره من فترات طويله، نامل اليوم ان شاء الله لما يخرجوا من الامتحان اطمئن على المراوح او من خلال الطلاب لما يطلعوا باذن الله. طبعا هدك تكون موجود هنا كده تفضل قاعد لحد ما يخلصوا او هتتابع بعد الامتحان. انا كده كده باجي وبروح، بس اتمنى ان هم يعني الساده المراقبين بلاش الضغوط اللي هي اللي ملهاش لازمه دي، انت مش كل دقيقه اعمل كذا سوي كذا وبص قدامك بالطورات، ما تتكلمش ما تعملش، ودي شكوى مستمره من الناس كلها. الناس هاديه والناس كويسه وناس محترمه، نتمنى ان انت تعامل الناس تعامل شباب كبير مش صغير، يعني نرفع من عليهم الضغط يعني اصلا بالظبط. انت حضرتك لقيت واحد بيعمل حاجه غلط اعمل له محضر، ما بقولكش لا اعمل له محضر على طول، بس ما تقعدش بقى كل لحظه تحسسني ان انت يعني في مركز او في اسم شرطه او حاجه يعني. الله المستعان ان شاء الله نلتقي باذن الله بعد الامتحان ونكون برضو اطمئنا منك على النتيجه ودايما الساده المشاهدين او المتابعين. ربنا يتابع فيكم جميعا ان شاء الله. شكرا لحضراتكم ودايما نتابع معاكم بعد امتحان اللغه العربيه ان شاء الله، ردود افعال الطلاب ومدى سهوله الامتحان. زي ما انتم شايفين لازلنا معاكم والطلاب لازالوا بيدخلوا الى ابواب لجان الامتحان هنا في محافظه المنوفيه في ثالث ايام الامتحانات اللغه العربيه. تشديدات أمنية في محيط المدرسة بشكل كامل، وده طبعا نفس الوضع في كافة المدارس بمحافظة المنوفية. أولياء الأمور أمام أبواب اللجان زي ما انتم شايفين جايين يوصلوا أبنائهم، طبعا شدة وضغطة عصبية مش بس للطلاب، لا لأولياء الأمور اللي بيتابعوا معاهم، بالنسبة لهم طبعا ثانوية عامة شهادة مهمة في تحديد اتجاههم اختيار الكلية المناسبة ليهم. بشكركم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء إن شاء الله عقد انتهاء المادة، واللي هتدخل دلوقتي يعني في الساعة 9 يبدأ الامتحان، هينتهي إن شاء الله الساعة 12 ظهر اليوم. شكرا لحضراتكم.